تعلموا مني قبلي ما يروح. كيف نقوم بتلحيم قطعتين من الخشب بعضهما ببعض بطريقة سهلة للغاية؟ نجلب غراء الخشب، وهذا الغراء تجده في المكتبات أو ما يسمى بالقرطاسيات، وسعره رخيص جدا ويأتي بشركات وأشكال متعددة. فقط كل ما علينا هو وضع غراء الخشب على الجزء المراد إلصاقه، ومن ثم نقوم بضم القطعتين بإحكام. نتركها لكي تجف، وها نحن لقد قمنا بتلحيم الخشب بعضه ببعض. وكما تلاحظون أحبابي في الله بأنه يتميز بالقوة والصلابة. وهناك تجربة قام بها أحد صناع المحتوى في اليوتيوب، وقام بمقارنة إلصاق الخشب بواسطة غراء الخشب وبين مسامير الخشب، والمقارنة بين الأقوى والأضعف في ذلك. الرابط موجود في وصف الفيديو. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.